شركة استراتا شركة مملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، نصنع في هالمكان أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة. أول ما دخلت شركة استراتا شفت فيها الكثير من الخبرات وعندهم عدة خطوط إنتاج يشغلونها، فكنت أشعر بالحماس أن كانت في حواليني طاقات من مختلف أنحاء العالم يشتغلون كفريق واحد. تم اختيار مجموعة من شباب مدينة العين لتمثيل المدينة وتمثيل طموحات شبابها وتطلعاتهم. نحن نخلق لهم بيئة أن يمارسون هواياتهم فيها، فبالتالي أنا أشعر بالفخر أني جزء من فريق مجلس العين للشباب. تحرص شركة استراتا على مواكبة أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال التصنيع والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وهذا مصدر فخر لنا. في عام 2020 تشرفنا في شركة استراتا بقدوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتقى بالعاملين في الشركة وطلع على المشاريع اللي احنا نسويها، وهذا كان من أكبر وجوه للدعم للشركات الوطنية والكوادر البشرية الإماراتية في الدولة. خبرنا ونحن نشوف أن دولة الإمارات تشجعنا أن نخوض شتى التجارب وأن ندخل كافة المجالات، وأنا أطمح اليوم أني أرد لجميل هذا الوطن بأن يكون من قادة مستقبل دولة الإمارات، وأني أمثلها وأمثل شبابها في كافة المحافل وفي مختلف المجالات بإذن الله.